من يشاركنا القضايا الوطنية أو الأرض، من يشاركنا اللسان. كانت الألسنة مختلفة ومع ذلك كان قبول الجميع موجود إبان الاستعمار الفرنسي، بمعنى مشكل اللغة مشكل اللسان لم يكن مطروحا في المستوى أو يعني عند الجزائريين. لذلك علينا أن نفرق بين المستوى بين مستويين، هو مستوى الطبقة السياسية ومستوى الطبقة الشعبية. بسم الله الرحمن الرحيم. نلتقي اليوم يعني في المركز الأنثروبولوجي لمدينة وهران. لقد شهدت هذه المدينة في 2014 ميلاد يعني الفكرة لليوم العالمي للعيش معا في سلام، والتي أقرتها الأمم المتحدة يوم 8 ديسمبر 2017. نلتقي اليوم لكي نتعرف بأن هذا يعني هذه الفكرة، فكرة التعايش وفكرة السلم، هي مرسخة في المجتمع الجزائري وليس جديدة، لأن هناك تلة من الأساتذة والباحثين يعني يعطونا يعني دراسة عميقة بأن المجتمع الجزائري يعني هو مجتمع متسامح يقبل الغير وفيه يقبل فكرة الغير، ما يسمى في مصطلح آخر بالغيرية. ولهذا الحمد لله هناك نماذج، منها الأمير عبد القادر مثلا النموذج الأكبر لمؤسس الدولة الجزائرية الحديدة، الذي ساهم يعني لما حافظ على المسيحيين في القضية في 1860. وكذلك هناك العلامة الآخر الجزائري وهو الشيخ أحمد بن مصطفى العلوي، الذي يعني بفكره ساعة كثير أن يرسخ فكرة التعايش وقبول الغير. ويعني هذا الملتقى كله يعني مع الطلبة الجامعيين يحثهم بأن يرجعوا إلى تراثهم وإلى يعني تاريخهم لكي يعلموا ويعرفوا بأننا مجتمع متسامح يقبل الغير من أجدادنا وتراثنا ومشايخنا وعلمائنا. وشكرا. بداية أشكر كل القائمين على إدارة هذا الملتقى القيم، هذا الملتقى الذي تناول موضوعا مهما وهو موضوع الإنسانية. وما أحوجنا اليوم إلى موضوع الإنسانية، في مجال تخصصي أنا تناولت موضوع أو تيمة الإنسانية في الرواية الجزائرية المعاصرة، وهي رواية الأمير عبد القادر، شخصية وطنية معروفة، شخصية تتميز ب يعني أو هي تشتغل في الرواية الجزائرية دالا مشبعا بكل القيم الإنسانية. لذلك لجأ إليها الروائي وسيني الأعرج كشخصية يعني ترمز للسلام، ترمز للأمن، ترمز للإنسانية. أستاذ عصام طولبي، مدير كونسيل يونسكو الأمير عبد القادر لحقوق الإنسان وثقافة السلام بجامعة الجزائر واحد. نتواجد اليوم في سياق هذه الندوة العلمية المنظمة في مركز الكاسك من طرف مؤسسة جنة العارف، وحول موضوع العيش معا في التراث الجزائري. كما نعلم تراث بلدنا المجيد تراث محفوف بالحكم والدلالات التي ترشد والتي تنيرنا حول نظر الإسلام إلى غيره من الثقافات وغيره من الأديان. فهذه النظرة هي نظرة جامعة، نظرة شاملة، تعتبر الغير لا تعتبره بالضرورة عدو، بل تعتبره آخر في الإنسانية مختلف عنا بالطبع. وتلك حكمة وآية من آية الله تبارك وتعالى حينما يقول جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، لم يقل لتقاتلوا ولا لتتحاربوا، بل هذه المعرفة اكتشاف الغير، اكتشاف جواهر تراثنا من خلال هذا البعد العالمي التي تحمله رسالة الإسلام. والحمد لله جاء هذه النجوة جاءت إحياء لذكرى لليوم الدولي للعيش معا في سلام، والذي نعلم الذي يعتبر في الحقيقة إنجازا عظيما بالنسبة للجزائر بصفة عامة وبالنسبة للتراث الجزائري، حيث نعلم أن هذه المبادرة ظهرت في من قلب الزاوية العلوية بمستغانيم، فتمكنت من جمع 140 صوت 194 دولة في جمعية العامة للأمم المتحدة لتذكير الإنسانية بصفة عامة بضرورة
العيش معا بصفة أفضل، لأن العيش معا نعيش جميع يعيش معا، ولكن ما يخصنا أننا نكتسب الشعور بكيفية العيش معا أحسن. وهذه الندوة بالطبع من أهدافها أننا تجعلنا نبحث في تراثنا الجزائري، في أعماق هذا التراث، تلك الجواهر التي قد تستغل، ونأمل ذلك في برامجنا التربوية لكي يربى النشأ على معرفة تراثه من جهة، وعلى قبول الغير وقبول الاختلاف استنادا إلى هذا التراث الجزائري، هذا التراث الإسلامي الداعي إلى معرفة الغير وإلى قبول الغير. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.